السادات هو ساعات بستخدمها من منذ غلقها في اعلان حظر التجوال مأثره يعني على الناس على المواطنين على الشغل عامله زحمه في طبعا الشهداء لان دلوقتي المحطه الوحيده اللي بتغيري منها تمام بس خد اي اتجاه تاني لو رايح حلوان او رايح المرجع والقصه دي فعمل التكدس كامل جدا في محطه الشغل فيا ريت ربنا يسهل بس الامور تهدى يعني انا واحد من الناس انا متفهم على اساس ان هم لو فتحوا المحطه ممكن الناس تنزل فيها ويحصل فيها اعتصامات او كلام من ده تحرير انا عايز ربنا يهدي الامور ربنا يسهل حالك ان شاء الله ربنا يسهل حالك تمام محطة السادات والجيزة منذ اعلان حظر التجوال دي مأثرة في على الناس على المواطنين على الشغل طبعا بس هي برضه مفيدة في الوقت دوت مفيدة في الحظر هما برضه بيفكروا صح تمام بس يعني في نفس الوقت مأثرة برضه مأثرة لكن انت شايفة دي في مصلحة الأمن او عشان الدولة والاعتصامات والتظاهرات طبعا تمام حضرتك منذ علق محطة السادات والجيزة وإعلان حظر التجوال شايفة إن دي مأثرة على الناس على المشاوير على إنك تروح بيتك شغلك دي مأثرة؟ طبعا مأثرة على الناس وعلى مواعيد الشغل وعلى التزاحم على المترو وعلى التزاحم على المواصلات العامة حتى اللي عندهم عربيات بيبقى يعني بياخدوا طريق بعد ما كان بياخد طريق مثلا في نص ساعة وكده بقى بياخد ساعة فده طبعا متأثر تمام كان مثلا نزلت رمسيس جبت اربع حفلات كنت نزلت رمسيس كانت وفرت معايا في الوقت كنت مثلا لحقت مشوار كده بدري ان شاء الله ربنا يصلح للبلد مش شايف ان دي في مصلحه مثلا ان يمنعوا اللي هو التظاهرات والناس تطلع التحرير والاعتصامات شايف مثلا الغلق مثلا في فايده ولا برده مأثره قوي يعني وقفان المحطه ده مش مصلحه كامله ولو في سيطره جامده من الشرطه المحطة تشتغل وإن شاء الله مفيش أي حاجة بس ده ضعف من الشرطة إن مش قادرة تسيطر فاستسلمت وقفلت المحطة شكرا